في السعودية ومع معدلات البطالة سحر. صحيح عبد الله، إذا انخفض معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الرابع من العام الماضي إلى 8% ليصل لأدنى مستوى في 23 عاما وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، ليقترب بذلك المعدل من مستهدفات رؤية المملكة للعام 2030 والتي تستهدف خفض المعدل إلى 7%. ويعود سبب هذا الانخفاض في معدل البطالة إلى تراجع معدلات البطالة بين الإناث السعوديات، حيث انخفض بخمس نقاط مئوية في الربع الرابع في العام 2022 إلى 15.4%، بينما تراجع معدل البطالة بين الذكور السعوديين للربع السابع على التوالي ليبلغ 4.2%، وانخفض معدل الإجمالي إجمالي السعوديين وأجانب إلى أدنى مستوى منذ النصف الأول من العام 2001 عند 4.8%.